والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله تكونوا مبسوطين. رجعنا لكم المقطع جديد عن ماينكرافت، واليوم يا شباب بنسوي معكم مواجهة اللي هي 75 ايرون جولم ضد 25 ويذر بوس. وبسم الله خليكم مع المقطع. طبعا اول شي نجيب البلوكات، نجيب السول ساند، ونجيب الراس السكيلتون اللي هو سكيلتون، اللي هو سكيلتون مو العادي، لا سكيلتون الوذر سكيلتون اللي تلقى في النذر. نجي نركب، نشرب مرة ثانية عشان نحط. أبنا شباب نوزعها، يعني كم تصير التقسيمة تقريبا؟ يعني بتصير تقريبا في الغالب يعني مثل الجولات 5 جولات. هذا شفت اللي جمعنا، أول شي بنحط 5 ستيل حنحطه هم. معليش يا شباب معليش، لا حلو بديت. ألو ليش؟ دائم كل لازم كل مقطع أنسى يعني. هذا أول واحد السن، دقيقة خلو يرسبن بس عشان ما يفجر شيء وعشان ما يهرب برا. اوكي هذا ما هرب، نحط واحد ثاني، هذا ثالث، هذا ثالث ثاني، حطينا الثاني، الثالث يزدي، بعدين شفت هاي كيف طلع برا؟ ما ادري شلون طلع برا، لا دقيقة العالم ابغاه. جديد يعني المفروض شباب اني ما احط في الزوايا، اجل بحط هنا، ما انا ما راح احط في الزوايا. ايش في خيك اجي بحط واحد هنا الثاني. دقيقة خل نرسمون، ايوه ثالث رابع، هنستناهم. هذا الرابع حطيناه، وهذا الخامس. دقيقة الحين ايوه الحين كم يصير قسمه؟ هي المفروض خليه جولتين جولتين، يعني 10 10 10 35 يا الله، خلي جولتين افضل. بعدين نحط هذا السادس، بروح هناك حدي هنا السابع، غالي الثامن، هذا وهذا التاسع. عندي واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، اي خلاص 10 الحين. بسم الله الحين نحط واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 أول 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36. بسم الله الفايت. لا 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 هدوا يا شباب هدوا، ايش في؟ يا شباب من دانا؟ الحين شباب بحط حاول حط الجولة الثانية، حط الباقيين 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 هذا 50
52 53 54 55 56 57 58 59 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 اوكي طبعا نحطه طاير عشان افضل يا يطير يهرب ومنين ارسبن على اصح يا ويلكم مني يا ويلكم اوكي الحين شباب بنا اثنين الثالث بنيه هنا والثالث هذا الحين بنينا كم واحد اثنين ثلاثة الحين هذا الرابع الخامس اوكي خلاص شباب خلاص ما اكمل طبعا يا شباب دي نطلع يا وش خلنا نغير بعدين نطلع الحين ارجع ايوه وعلينا شباب وصلنا هذا الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة واذا باقي تبغون الموجة الثانية وصلوا المقطع هذا 100 لايك ولا تنسون اللايك والاشتراك في القناة ومع السلامة.